درع المكاتب بدي اعطيك اسماء اني اعطيك اسماء يعني صحيح. بعيدا صحيح. وهذا صحيح. هذا مو صحيح. صحيح لكن انا اتحدى وانت تقول ارجع لك هسه تريد تدخلني بالجسم سولف لي للتيار صدرج منو كان عنده ممتاز. كانت عنده وزاره الكهرباء وزاره الصحه أي. وبعد اي وزاره ها ما اتذكر ما اعرف المهم أي. يعني ذا حكومه لو حكومة لو الكاظمي وعادل عبد المهدي عادل عبد المهدي النفط هم كانت النفط اي هي بحكومة عادل عبد المهدي النفط كانت جيد والنفط اللي هو ثامر غضبان علاء الدين العلوان لا العلوان ولؤي الخطيب ثلاث وزراء يعني هسه يعرف الاستاذ بالجسم نعتذر يعرف الاستاذ هسه مدير مكتب ثامر غضبان من هو؟ ما اعرفه صدق؟ اي بالله اما تريد اجيب اسمه هسه انا خليني اسمه ما اعرفه والله دور السيد عندنا حيدر السعدي زين انت تعرفهم يا اخي طبعا اعرفهم المن حيدر السعدي من جابه؟ بس يعني مو اكو اشياء ليش تخلون زين توازن عليها انا جاي اسالك اليوم اقول لك ذول الثلاث وزراء زين جيب لي قل لي هذا مدير مكتب تابع للتيار ثلاثه جيب لي واحد زين انا جاي اقول لك حكومة وزراء مكاتب ما عدا التيار الصدري لأن ثلاث وزراء مستقلين بالنتيجة أعطاهم التيار الصدري أنه السيد عادل عبد المهدي أخذ هذه صلاحياتنا على شرط أن تحاسب على شرط أن تنفذ الاتفاق وما قدر ينفذ ذلك أول من دعا إلى يعني استقالة الحكومة هو السيد الصدر زين مو السيد عمار اللي دعا الى استقاله الحكومه، السيد عمار كان يمثل معارضه حضرا، لا بس انا اسولف فيه انا قبل سنه مما تدعي الحكومه ادعو لاسقاطها، انت تقول لي مو السيد عمار وين تجي؟ لا لا انا معارضه في هذه اللحظه اول من دعا الدعوه هذه كانت بها مشكله بعد تشرين اي اول من دعا بس قبل تشرين الجماعه قالوا احنا نريد هاي الحكومه يعني سنه بعد تشرين في التلفزيون اول ما قامت تشرين لما جاء سيد مقتدى من ايران صحيح اول شغله قالها قال استقاله الحكومه صحيح اذا يعني بالنتيجه احنا لا نحمل الاشياء قبل لا يسقط الحكومه عادل عبد المهدي اطلع اقول يابا لازم تسقط احنا معارضه عليها ملاحظات سلبيه وانتم داعمين لهي الحكومه فانت تقول احنا ما الجماعة ما نادوا بإسقاط الحكومة احنا ما نحكي على إسقاط ولكن نحكي على تغيير واجهة مطالبة للشعب أستاذ فهد أنا بالنتيجة اللي أقول إنه من إجا سيد عادل عبد المهدي ما شرط عليه هو نفسه يقول وسيد الكاظم نفسه يقول التيار الوحيد اللي ما شرط عليه وزراء ما يقدر يقول غير هذا مشكلة ما يقدر لا هو ولا استاذ العزيز هي واضحة بس انت راح تخليني اسولف لك بس تفضل هذا واحد يجي قال له يا ابو فلان قال له عليك ميت قال له شو تقول؟ قال له والله ابو القلي خوش ادمي يعني هم ما يقدرون انسح على شلون ابو القلب هو ترى هذا سيد فهد لا لا يقدرون كل زين المساله واضحه السيد لم يشترط وضع وزراء لهذه للوزارات اللي محسوبه للتيار الصدري بقدر ما اشترط ان ينفذ مشروع الاصلاحي المشروع الاصلاحي محاسبه الفاسدين وهي هذا انت توازيني تسوي لي مشاكل يا اخي المشروع الاصلاح الذي تحدث به السيد مقتدى الصدر وكانت مخرجاته تحالف سائرون فشل في تحقيق مبتغاه من الذي يتحمل الفشل هذه قصه ثانيه تحالف سائرون لم يؤدي اي اختلاف عن من اداه قبله على معيار الطاعه غير معيار المعايير الاخرى رب العالمين يقول على الانسان ان يسعى مو اي وبارك الله في سعيه يا اخي بس قصدي انه هسه انا افشل لذلك يا اخي بس اقول لك لذلك انا لان فشل المشروع الاصلاحي نقول لكم تسميه ثانيه يعني الله يخليك